اهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. رسميا 50,000 مشجع في مباراة الاهلي والنجم. الفريق الاول يواصل تدريباته استعدادا للرجاء. والمغرب تتقدم رسميا بطلب تنظيم كأس العالم 2026. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. كشف اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي عن موافقة وزارة الداخلية على زيادة عدد الجماهير خلال مباراة النجم الساحلي ل50,000 مشجع بدلا من 40,000 كما كان محدد من قبل. ويلعب الاهلي مع النجم الساحلي يوم 22 اكتوبر الجاري ضمن اياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب برج العرب بالاسكندرية. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران الصباحي اليوم السبت، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والأمور التكتيكية للاعبين لتنفيذها في المرحلة المقبلة. ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء الاثنين المقبل على ملعب السلام في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الثالثة. خضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات تأهيلية على هامش ميران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب مختار تتش بالجزيرة. وأدى إكرامي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وتدريبات إضافية بصالة الجيم بسبب شعوره ببعض الآلام في العضلة الضم. أدى لاعبي الفريق الأول بنادي الأهلي والذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات تأهيلية على هامش ميران الأهلي اليوم السبت. وخضع كل من رامي ربيعة وسعد الدين سمير ومحمد هاني وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السولية وجونيور أجايي ووليد أزارو وأحمد حمودي إلى تدريبات خفيفة خوفا من إصابة أي منهم بإجهاد قد يبعده عن المباريات المقبلة. وصل عبد الله سعيد لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اداء تدريبات تاهيليه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالجري حول الملعب في ميران الفريق صباح اليوم السبت. وكان اللاعب قد خضع خلال الايام الماضيه لجلسات علاجيه وتدريبات خاصه في الجيم للتعافي من اصابته بشد في العضله الضمه والتي تعرض لها خلال مواجهه النجم الساحلي التونسي بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
خضع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي على العين بأحد المراكز الطبية خارج النادي نتيجة للإصابة والتي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري، وهو ما أدى لغيابه عن المران الصباحي اليوم السبت والذي يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة. ومن المقرر أن يؤدي صالح تدريبات منفردة على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة الرجاء. أدى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعض التدريبات التأهيلية على هامش ميران الفريق الصباحي اليوم السبت بملعب مختار التتش بالجزيرة. ويعاني سليمان من ورم في الركبة إثر إصابته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة الرجاء. سمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي لإحدى المؤسسات الخيرية بحضور ميران الفريق اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة. كما سمح أيضا عبد الحفيظ المؤسسة بالحصول على كلمة من لاعبي الأهلي عقب الميران لصالح المؤسسة. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا الان عبر الهاتف حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي. حازم اهلا بيك، ايه اخر اخبار تدريبات النهارده؟ النهارده بالفعل صباحا وصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته واستعداداته لمباراته امام فريق الرجاء. المباراه المؤجله من الاسبوع الثالث للدوري نظرا لمشاركه الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قبل بدايه المران عقد الكابتن حسام البدري محاضره فنيه مع لاعبي الاهلي، شرح فيها نقاط القوة والضعف في فريق الرجاء، وأكد خلالها كابتن حسام على ضرورة حسم المباراة مبكرا. النهاردة اللعيبة اللي شاركت في مباراة الاتحاد كأساسيين النهاردة أدوا تدريبات تأهيلية واستشفائية فقط، يعني خلال تدريبات بدنية وجري حوالين الملعب. باقي اللاعبين أدوا التدريبات كاملة. انقسم التدريب لثلاث فقرات. الفقرة الأولانية كانت بدني تحت إشراف الكابتن أنيس الشعلاني محطة الأحمال. الفقرة الثانية كانت عبارة عن بعض الجمل التكتيكية والخطية. كابتن حسام البدري اختتم المران بتقسيمة قوية في منتصف الملعب ركز فيها على اللعب من لمسة واحدة والضغط على الخصم والتسديد من مسافات بعيدة. نعم. طيب حازم، ايه سبب غياب شريف إكرامي النهارده عن التدريبات الجماعية؟ شريف النهارده اشتكى بوجود ثقل في العضلة الأمامية. واشتكى الدكتور خالد محمود اللي فضل ان هو يجري تدريبات تأهيلية وجري حوالين الملعب فقط دون مشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق. بس هو إن شاء الله بإذن الله سليم وهيشارك بكرة بشكل طبيعي إن شاء الله. طب تعملنا على وليد سليمان وعبد الله السعيد وآخر تطورات إصابتهم الاثنين. وليد سليمان النهارده اكتفى بالتدريبات برضه في الجيم. لسه رجليه بيشعر فيها بآلام وتورم شديد. هو اتأكد طبعا خروجه من قائمة مباراة الرجاء وعدم مشاركته في المباراة. بالنسبه لعبد الله السعيد حسب تاكيدات الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء عقد مباراه الرجاء هيتم توقيع الكشف الطبي عليه، وهنشوف ان شاء الله باذن الله او الجهاز تحديدا هيشوف من خلال الكشف الطبي هل هيقدر هو يدخل التدريبات الجماعيه ويشارك في مباراه النجم ولا لا. الف سلامه اكيد على كل من وليد سليمان وعبد الله السعيد. حازم البرعي مراسل قناه النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. لم أتعمد إيذاء لاعب الاتحاد، هكذا نفى وليد سليمان لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي كل الاتهامات والتي وجهت إليه بشأن تعمده إصابة أو إيذاء مدافع الاتحاد هشام شحاتة خلال مباراة الفريقين مع نفي بطولة الدوري.
وأعرب سليمان عن اندهاشه الشديد عن كم الهجوم الذي تعرض له من عدد من وسائل الإعلام، رغم أنه كان ضحية لإيذاء واضح ومتعمد من اللاعب نفسه. وأكد سليمان أنه حاول الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه لكنه لم يرد رغم خروجه في وسائل الإعلام عقب المباراة والإدلاء بتصريحات متناقضة حول حجم إصابته تارة، ويؤكد أنها ارتجاج في المخ، وتارة أخرى أنه أصيب بكسر في الجمجمة والأنف، متسائلا كيف استطاع أن يلعب أكثر من 10 دقائق بعد تلك اللعبة. وإلى أخبار اتحاد الكرة، حيث تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الغاني يؤكد فيه إقامة مباراته أمام منتخب مصر يوم 12 نوفمبر المقبل في الجولة 6 للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وتأهل منتخب مصر رسميا لكأس العالم 2018 بروسيا والمقرر إقامتها في يونيو بعد تصدر مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا قبل الجولة الأخيرة للتصفيات، وغانا ثالثا برصيد 6 نقاط والكونغو رابعا بنقطة واحدة. وتقام مباراة منتخب مصر وغانا يوم 12 نوفمبر في 5:30 مساء بكوماسي. عقد الجهاز الفني المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر اجتماعا غدا للاتفاق على ملامح معسكر المنتخب المقبل في نوفمبر قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018. وقال أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على موعد بدء المعسكر ومناقشة عروض الوديات والتي تلقاها اتحاد الكرة للمنتخب الوطني مؤخرا واختيار أفضلها وأنسبها للفراعنة قبل مواجهة غانا. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاحتجاج والذي تقدم به مسؤولو الاتحاد الغاني لكرة القدم بشأن حكم مباراتهم أمام أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. وكان مسؤول غانا قد تقدموا بطلب للفيفا من أجل إعادة اللقاء بسبب ما وصفوه بتعنت الحكم الجنوب أفريقي والذي أدار اللقاء ضدهم وتغاضيه عن ركلة جزاء مستحقة بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح بداعي التسلل. وجاء رد الفيفا حاسما حيث تم رفض الاحتجاج والتأكيد على أنه لن يتم فتح أي تحقيق في الأمر برمته. تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور احتفالية كاف لتسليم جوائز الأفضل في أفريقيا التي ستقام في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ خلال شهر ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن يحسم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أسماء المسافرين لحضور الحفلة بعد استعراض رأي أعضاء المجلس وتأمل الجماهير المصرية في فوز محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم المنتخب الوطني بعد تألقه خلال العام الحالي وقيادته للمنتخب للتأهل إلى كأس العالم 2018. كشف سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه تم ترشيحه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي واتحاد الكرة
لرئاسة رابطة الأندية المحترفة والمقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة. وقال زاهر: لن أخوض انتخابات الرابطة على منصب العضوية بعد قيادة الاتحاد الكرة لأكثر من مرة والحصول معه على كأس الأمم الأفريقية 4 مرات. وأضاف رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه سيتم الانتهاء من تشكيل رابطة الأندية المحترفة والإعلان عنها بالتنسيق مع الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات فوزا مستحقا على فريق هوليوليدو بنتيجة 39-19 في ثاني مباريات الفريق في الدوري والتي أقيمت بصالة الأهلي اليوم السبت. وأكد ياسر صلاح المدرب العام للفريق أن النتيجة مرضية للأهلي والذي سيطر على مجريات المباراة منذ بدايتها. وتابع صلاح أن الفريق قدم عرضا قويا على الرغم من غياب كل من غادة حسام حارسة المرمى واللاعبة أمينة عاطف، حيث يخضعان إلى أشعة للتأكد من إصابتهما، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة غدا. حققت فرق الناشئ وناشئة سكواش الأهلي فوزا كبيرا ومستحقا على فرق ناشئي نادي الزهور بنتيجة 15-0 للناشئين وبنفس النتيجة للناشئات في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الدوري. من جانبه أكد ناصر زهران المدير الفني لسكواش الأهلي أن مباراة الزهور هي المباراة الثالثة لسكواش الأهلي في دوري الناشئين والناشئات. وأضاف زهران أن فرق الناشئين والناشئات بالأهلي قد حققت الفوز في المباراتين الأولى والثانية من الدوري على هليوبلس والمعادي على الترتيب، وبخوض ناشئو وناشئات الأهلي المباراة الرابعة في الدوري يوم 27 أكتوبر الجاري أمام نادي الجزيرة على ملاعب الاسكواش بمقر النادي الأهلي في الجزيرة. فاز فريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الطيران 4-0 في المباراة الودية والتي جمعت الفريقين على صالة الصغرى في مقر النادي بالجزيرة. وشهدت المباراة سيطرة كاملة من فريق الأهلي على مجريات اللقاء رغم خوضه دون اللاعبات الدوليات. من جانبه أكد حمدي صافي المدير الفني للفريق أن المباريات الودية مفيدة للغاية وتعد الفريق بشكل جيد للموسم الجديد. شهدت انتخابات اتحاد الكرة الطائرة والتي أقيمت أمس منافسة مثيرة سواء على مقعد الرئيس أو مقاعد الأعضاء. نتابع تقريبا. التقرير
طبعا الانتخابات السنه دي قويه جدا، واحنا بنقبل ان شاء الله، انا جاي طبعا احط الصوت بتاع النادي الاهلي، وبنقبل ان شاء الله الاتحاد اللي هيجي ينهض بالكره الطايره ويقدر ان هو يعلي من الكره الطايره، وان احنا نبقى يعني نزيد عالميا. الحمد لله الفتره اللي فاتت كانت كويسه، واحنا ظهرنا حتى في الاخر بطوله عالم ال 23 سنه خدنا مركز كويس، وبطوله 19 سنه خدنا مركز كويس. بنتمنى ان شاء الله ان الاتحاد اللي المجلس اللي هيجي يكمل على اللي موجود، وان هو ينهض بالكره الطايره. وطبعا النادي الاهلي انت عارف نوال لكل المنتخبات، حتى الاتحاد هنا مقسم التصويت ان هو ويتس يعني اوزان لكل صوت، فصوت النادي الاهلي يعتبر بصوتين، فدي حاجه كويسه. وان شاء الله ان شاء الله نبقى مؤثرين في الانتخابات، ونقدر ان احنا نتعاون مع الاتحاد اللي هيجي ان شاء الله. بشكر الجمعيه العموميه على المنافسه الشرسه اللي كانت موجوده، وده بيدي انطباع انه الناس فعلا بتختار، بيبقى فيه اللي قدامهم الاثنين شايفين ان هم الاثنين كويسين يقدروا ينافسوا، ده على مستوى الاعضاء كلهم، لانه لما تلاحظ كده انه برضو الاعضاء ناجحين برضو بمستويات كويسه. فانا بشكر الجمعيه العموميه على 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 وعودي مع الجمعيه العموميه كلها بكل اللي انا قلته، حتى انا ومجموعتي، على الرغم انه في ثلاثه بس منهم نجحوا، ولكن زي ما بقول ان طالما كلنا بنحب الكره الطايره وكل واحد عنده فكره جديده ممكن يقولها وممكن تضيف للكره الطايره، احنا هننفذها على طول. بتمنى طبعا ان المرحله الجايه ان كل الاخوه اللي ربنا وفقهم وفازوا يعني يكون ده نواة خير وصالح لمصر، وان شاء الله باذن الله انا واثق ان جميعهم يعني عندهم نفس النوايا الطيبه دي، لان احنا نبدا صفحه جديده وفعلا نلم الشمل، وفعلا ربنا يا رب يجعلنا نرى في مصر وكره الطايره المصريه ما نتمنى لها. العملية كانت صعبة جدا خاصة على الرئاسة وبرضه الأدوية، لأنه 20 عضو بتختار منهم سبعة الحقيقة. بالتأكيد كلنا أسرة كرة الطايرة، ربنا يعني يولي الأصلح الحمد لله. بشكر كل أعضاء الجمعية العمومية المحترمين اللي وثقوا فيا ودوني على الأصوات، ده شرف فوق دماغي، وإن شاء الله بوعدهم إنه الجميل ده يترد في صورة ارتقاء بمستوى الكرة الطايرة المصرية، مزيد من النجاحات والإنجازات. المجلس اللي فات عمل انجازات كتيره جدا، احنا مش هنبدا من الصفر، هنبدا من انجازات عاليه جدا هنستكملها ان شاء الله مع مجلس الاداره الجديد باذن الله. بقول هارد لك للناس اللي جانبها التوفيق، ومبروك لكل الناس اللي نجحوا، وان شاء الله ايدينا في ايدين بعض لمزيد من الانتصارات والانجازات لكره الطايره المصريه. اقول ان النهارده كان اللي حضر الانتخابات عرف يعني ايه كره طايره في مصر، الجمعيه العموميه كلها النهارده موجوده، كل الناس المتنافسين اخوات، دخلوا اخوات وطلعوا اخوات بيبوسوا بعض، فان شاء الله اللي ربنا وفقه كان موجود جوه الاتحاد هيشتغل كقايمه واحده، وهنعمل حاجه لكره الطايره في مصر ان شاء الله. طبعا مبروك طبعا للي كسبوا كلهم، كابتن خالد وكابتن ابو حميد ويسامي وهناء حمزه وهويده وعم مخلوف وممدوح حسني وياسين امين ومحمد فرج، وانا المجموعه يعني الحمد لله متالفه، كلهم ناس اقوياء ان شاء الله متعشمين ان هم يعملوا حاجه كويسه للكره الطايره، وده مجهود كبير طبعا وحمل على اكتافنا، لازم نحاول نبقى على قد المسؤوليه، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى مجموعه موفقه مع بعض. جولتين في الملاعب العالمية، والبداية من المغرب، حيث أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي تقدمه بطلب استضافة كأس العالم 2026. وقال محمد مجروف المتحدث باسم الاتحاد المغربي: بالفعل قدمنا الملف الرسمي لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 بمقر الفيفا، والذي يتضمن التزامات وتعهدات وضمانات حكومية، بعد أن كان الاتصال الأول مع الفيفا مجرد إعلان عن النيات، وهذه خامس مرة يترشح فيها المغرب لاستضافة النهائيات بعد نسخ 1994 و1998 و2006 و2010. وستشهد نسخة 2026 زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريق لأول مرة.
حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد رود. وشهدت المباراة لقطة عنيفة لمهاجم مانشستر يونايتد البلجيكي روميرو لوكاكو، حيث اصطدمت قدمه بوجه المدافع الكرواتي ديجان لوفرين، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لعقوبة من جانب الاتحاد الإنجليزي. وشارك صلاح في المباراة حتى دقيقة 77 قبل أن يخرج ويدخل بدلا منه زميله ولاعب منتخب إنجلترا وأرسنال السابق أليكس تشامبرلين. علق الأسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تصريحات نظيره في توتنهام ماوريسيو بوكاتينيو، حيث قام الأخير بوصف مدرب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق بغير المحترم. وقال غوارديولا أنه لم يتعمد إهانة توتنهام مثلما اعتقد بوكاتينيو، لكنه حينما وصف النادي اللندني بفريق هاري كان كان يقصد أن الأخير يسجل أهدافا كثيرة. وأضاف غوارديولا أنه لم يقلل من توتنهام أبدا، حيث أنه يرى أنه من أفضل الأندية والتي تقدم كرة قدم جميلة في بطولة الدوري الإنجليزي. وإلى أسبانيا، حيث سقط إشبيليا أمام مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف نظيف افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني. وأصبح إشبيليا مهددا بفقدان وصفة الدوري بانتظار نتائج بقية المباريات، حيث سجل هدف المباراة الوحيد مايكا فيزجا في الدقيقة 42 مستغلا تمريرة من لاعب أتلتيكو مدريد السابق راول غارسيا. دخل برشلونة وريال مدريد في منافسة شديدة للحصول على خدمات فيران توريس لاعب فالنسيا ومنتخب أسبانيا للناشئين، والذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لأقل من 18 سنة والمقام حاليا في الهند. وذكرت صحيفة آس المدريدية أن توريس والبالغ من العمر 17 عام لديه عقد مع فريقه يمتد حتى 2019، وأن برشلونة وريال مدريد سيدخلان في مفاوضات مع إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته. ويبلغ الشرط الجزائي في عقد فيران توريس 8 مليون يورو، وهو ما يسهل عملية رحيله عن فالنسيا، إلا أن الأمر يتوقف الآن على ناديه وموافقته على رحيله من عدمها. يسعى تورينيو الإيطالي للحفاظ على مهاجمه أندريا بيلوتي والمطلوب في أندية أوروبية عديدة على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين. وقالت صحيفة توتو سبورت أن تورينيو سيجدد عقد بيلوتي حتى عام 2021، وأن العقد الجديد سيتضمن زيادة سنوية في راتبه تصل إلى 2.6 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول النادي على 4% من قيمة انتقال اللاعب إلى أي نادي آخر. وتسعى عدة أندية لضم بيلوتي إلى صفوفها مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي، كما دخل ميلان في مفاوضات مع إدارة النادي في الصيف الماضي، إلا أن إدارة تورينيو تمسكت ببقاء اللاعب. قال
قال البرتغالي أندرياس ألفا مهاجم ميلان الإيطالية أن فريقه يسعى للفوز دائما في مباراة ديربي الغضب أمام إنتر ميلان، وذلك قبل لقاء الفريقين غدا الأحد في بطولة الدوري الإيطالي. وقال سيلفا في تصريحات نقلتها الصحف الإيطالية أنه منذ وصوله إلى إيطاليا فهو يحلم بالمشاركة في هذه المباراة العظيمة، وأن الفوز فيها وتسجيل الأهداف يثبت أحقيته بارتداء قميص الروزناري. وتمنى سيلفا تحقيق الفوز واعتبره أهم من تسجيله للأهداف في المباراة، حيث يرى اللاعب البرتغالي أن إنتر يقدم أداء أكثر من رائع هذا الموسم، والفوز عليه سيعطي دفعة معنوية كبيرة لميلان. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. والبداية من بوابة الأهرام، صالح جمعة يجري فحصا طبيا على العين. من الجمهورية هشام محمد يعود للتدريبات تدريجيا. ومن المساء الأهلي يجهز الشيخ لخلافة وليد سليمان في اللقاء الأفريقي. من الوفد تأهيل إكرامي والسعيد في ميران الأهلي. ومن الوطن سبورت أساسي والأهلي يؤدون تدريبات تأهيلية استعدادا للرجاء. من الشروق الأهلي يواجه النجم ب50,000 متفرج في برج العرب. ومن البوابة نيوز حسام البدري يلقي محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل الميران. من فيتو وليد سليمان لم أتعمد إيذاء لاعب الاتحاد وحاولت الاتصال به للاطمئنان عليه. ومن دوت مصر حسام البدري يدرس إراحة النجوم في مباراة الرجاء. من يورو سبورت عربية خبر سار في الأهلي قبل موقعة النجم. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، زي النهاردة في 14 أكتوبر من عام 1990 الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري موسم 1990-1991، سجل هدف المباراة الوحيد طاهر أبو زيد في الدقيقة 75. زي النهاردة أيضا في 14 أكتوبر من عام 2011 الأهلي يفوز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري. أقيمت المباراة على ملعب استاد الإسكندرية وسجل هدف اللقاء الوحيد عماد متعب في الدقيقة 63. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي، دمتم في أمان الله.